فضلت اتحنجل حواليها بالاسئله لحد ما قالت كل اللي انا عايزاه. كل اللي الخطه عايزاه يا لبنى، وهو ده المهم. ما هو احنا ما كناش بنعملها نجمه ونعليها للدرجه دي كده في الهوا، لا ده احنا كنا بنعمل لها ارضيه عشان تقدر تتكلم بلسان المنظمه وتنشر افكارها. اطمن يا مستر، حسن كلمت احلى كلام عن السلام، وقالت كمان انها موافقه ضمنيا على التطبيع، بس مش بشكل مباشر، بطريقه ملفوفه كده ما تخليش صاحبها المثقف يقلب عليها، على الاقل في الوقت الحاضر. هايل هايل يا لبنى، المجموعه كلها في ايطاليا لازم تعرف ان النموذج اللي انا صنعته بمعرفتي عمال يحقق في نجاحات، ولسه التقل ورا. ايه الاحمر اللي في شعرك ده يا لبنى؟ وحش؟ لا هايل، بس لازم المجموعه كلها في ايطاليا تعرف ايه الاحمر اللي في شعرك ده يا لبنى. مهما حصل حقوقك عندها، معناها ايه الكلام ده بقى؟ ما عرفتش افهم حاجه خالص. لا ما تكونش ناوي تكرشك وتستغنى عن خدماتك. تكرشني ايه يا راجل وتستغنى عن خدماتي ايه؟ وبرده حقوقي تبقى في رقبتها. يبقى بقى مش عايزاكي فوق دماغها بقى وتعرفي كل اسرارها. جرى ايه يا كرداح؟ انت هتعوم على عوم الخلق دي ولا ايه؟ هترجع تشك فيها تاني؟ مش الكلام بيجيب بعضه؟ لا بقى يا كرداح، انا الست دي لا يمكن اظن فيها ظن سوء ابدا. انت ما شفتش وشها وهي بتكلمني؟ دي حبيبتي كانت عامله زي الملاك. ولعلمك بقى انا ست بتفهم في الوشوش كويس. بقول لك ايه يا نزهه؟ جرى ايه يا كرداح؟ ما تخليناش بقى نظلم البنايه. يا راجل ده احنا بكره رايحين عند الدكتور، اهم مشوار في حياتنا او في حياتي انا على الاقل. اخص عليك يا نزهه، هي مش حياتي هي حياتك يا حبيبتي. خلاص بقى يا حبيبي، يبقى انت كمان لازم تظن في ست دي ظن خير عشان ربنا يكرمنا ويرزقنا بقى بالخير. ايه بس المقالات دي الجامده دي يا استاذ يوسف؟ عجبني؟ ايه اللي عجبني؟ هو عجبني انا لوحدي؟ ده احنا من الصبح ما بنعملش حاجه غير بنتكلم عنك وعن مقالاتك. مين؟ حياه اختي وخطيبها ابراهيم. طب هو بنفسه عايز يقول لك، وكمان عشان عايز يعزمك على الفرح، خدهم معاك. السلام عليكم. انا سعيد جدا ان انا بكلمك يا استاذ يوسف. ربنا يخليك يا رب، ومبروك، ربنا يسعدكم كده ويتمم لكم على خير ان شاء الله. نعم يا راجل، مش قوي كده، ده احنا لسه بنقول يا هادي دي اول مقال، ان شاء الله اللي جاي هيبقى اسخن واجرى ان شاء الله. طبعا ده يشرفني. هيبقى فين؟ ايه الفرح؟ بتقول لك ايه؟ محمد اسامه. خلاص ماشي، هبلغه. حاضر، اوكي، ربنا يوفقكم يا رب. مع السلامه. مع السلامه. ايه بقى اللي جاب سيرتي يا استاذي عبقري يا بتاع مقالات مكافحه الارهاب اللي زودت نسبه مبيعات الجريده؟ فرح العمده يا سيدي، عارفه انك صاحبي وما اقدرش اسهر من غيرك، عزمتك على فرح اختها. ماشي يا عم، عشان الورد يتسقي عليق. طب ما انت بتفهم اهو. ماشي يا عم الورد، بس البنت عجبتني في ردها على الناس اللي روجوا الاشاعات. حلني بقى، حلني على ما يلاقوا بنت في حضور فرح ترجع لهم البروباجندا المسرحيه كانت عاملاه. هي عملت الصح، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. لا ولسه القنبله اللي انا سربتها لهم وزمانها وصلت لهم دلوقتي. انت بتتكلم بجد يا امير؟ يا فنان عيب، ده انا واعوذ بالله من كلمه انا امير بيومي اللي مفيش خبر في الوسط الفني بيحصل الا لما يعدي على عبد لله، ولازم اعرفه في الاخر. وبعدين يعني انا جايب الخبر ده من مكتب يوسف محرم نفسه. لا فرح العمده ويوسف محرم؟ مش ممكن. امال ايه الكلام الكتير اللي طلع عليها ده؟ بصراحه بقى انا كنت حاسس ان الموضوع ده فشل، محدش يصدق ابدا انها بتاعت حركات. لازم اكلم الهام عشان يحاول يصلح اموره معاه، ده احنا ما صدقنا اننا فتحنا والنور طلع يلعلع في المسرح تاني. عن اذنك خليك مكانك. اتفضلي. قولي لي بقى اعمل ايه مع شاهر شاهر؟ انا راضي ذمتك. ايه الحكم اللي نحكم بيه عليه؟ انسى دلوقتي الحكم وانسى شاهر خالص. انا عايزاك ترجع الميه بمجاريها تاني مع البنت فرح عشان ترجع تشتغل. مفيش حل انه لازم يعتذر لها، يا اما اتصل بيها في التليفون ويعتذر لها، يا اما يسيبني انا اجيبها لحد عنده ويتاسف لها. دي اقل حاجه، دي اعراض ناس يا فتنة. ليك حق طبعا، انا شخصيا لو حد كتب عني كلام الفارغ ده ناكله بسناني، اقرقشه شوف وارمي عظمه للديابه. خلاص يبقى انت بقى اللي تكلميها. لا انا بقى ولا انت،
ثانية واحدة. أمير. أمير مين؟ استنى بس. تعال يا أمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ودخلوا إيه الأخ أمير في موضوعنا؟ مش صحفي زيه زي يوسف، ممكن يكلمه عشان يتوسط بينا وبين فرح. اتوسط لكم في ايه بالظبط؟ في انها ترجع تشتغل تاني. ما افتكرش. ليه بقى ان شاء الله يا سيدي؟ الخبر لسه جاي لي على الموبايل، اختها هتتجوز بكره وعزمت كل الناس الا الموجودين في المسرح، حضرتك ومدام فتنة وشاهر وانا والكل. يا دي المصيبه، مفيش فايده. ده موقف وموقف واضح جدا. ومش هرجع في كلامي ابدا. يا خساره يا خساره. يعني موت وخراب ديار. مسرحية وثلاث أفلام، ده رزق واسع، نقوم نحدفه كده ونرميه. أنا الحمد لله مأمنة نفسي وإن شاء الله مش هحتاج لحد. المهم إن أنا ما أعملش غير اللي عاجبني واللي موافق عليه. اللي موافق عليه أنت ولا اللي موافق عليه بسلامته؟ مفردي أنا قبله، وكمان حياتي أفتكر إنها قبله. مش كده يا يوتا؟ ما تقومي يا بنت ايدك بايدي ساعديني، ولا انت يعني عشان عروسه لازم تنامي وترتاحي وتتدلعي؟ قومي يا بنت بصي على حاجتك. فرح. هو الراجل الملياردير ده اللي انت قابلتيه في بيروت كان اسمه مجدي الوزاني؟ هو كان عيان تبقى عجوز او حاجه؟ ولا عيان ولا عجوز، ده صحته كانت زي البوم. غريبه. غريبه ليه؟ هم كاتبين عنه حاجه؟ ده مات. ها؟ انت بتقولي ايه؟ هم اللي كاتبين في المجله اهو. هنا اقرا. هو مات في حادثة ولا يعزو الله؟ يعني جاله مرض؟ لا يا عمي، ده أبوه اتحط دورة دموية. ايه يا صبي يا رب احفظنا يا رب. أعوذ بالله شابوه مستر مروان. اخجلتم تواضعنا يا برنس. لا انت تستاهل فعلا. الفكرة العبقرية بتاعت المادة الفعالة اللي اخترعها الدكتور مازن كانت حقيقي عظيمة. المهم انها تكون عوضت شوي من فشلنا يلي سببه مهند طب وزادة. هذا طب وزادة ده ترميه من دماغه خالص. المهم انها رفعت اسهمنا انا وانت للسماء، وحطير بيك على روما دلوقتي عشان نشوف المكافآت العظيمة اللي مستنيانا. مع انه انا كان بنفسي هيك مكافأة من نوع تاني، يعني مكافأة من لحم ودم. تقبرني يا دنجوان مروان. خلينا في الشغل. بقول لك ايه صحيح، ما تنساش في السكة تفكرني ان احنا نقرأ الفاتحة للمغفور له مجدي الوزاني. والله هتوحشيني يا فرح. ما تشوفش وحش يا اخوي مروان، احنا عايزين نفرح بالمكافآت مش بفرح العوم ده. مروان يا نعيم اصحى ركز فوق. يلا وقت الوزاني كمان انتهى. اعمل ايه فيك يا عبقري؟ كان ايه لازمتها الشبوره اللي انت عملتها دي؟ جرايه الهادي، ما كلنا بنغلط يا اخي. كلنا بنغلط بس مش كلنا بنخرب بيوت بعض. خراب بيوت ايه؟ اول ما وصلتها لخراب البيوت. يا سلام، ولما المسرح يتقفل ده ايه؟ مش خساره؟ مش في ناس بيوتها مفتوحه من المسرح ده؟ جرايه الهامي، هتشيلني هم الدنيا كلها؟ اكونش انا سبب في مشكله الشرق الاوسط؟ يا جماعه بالعقل مش كده، لا نتكلم بالهدوء، بلاش العصبيه دي. مش عصبيه، مش فرح. مع السلامه. نعمل مسرحيه انا وانت، ما ينفعش حاجه. ما ينفعش يا سيد. ما ينفعش ازاي؟ انا بقول لك ما ينفعش. الناس بتحب الكوميديا بس برضو بتحب البت الصغيره اللي عندها كاريزما اللي الشباب بيحبوها. الموزز. ايه الموزز؟ وفين وفين بقى قبل ما نلاقي واحده زيها؟ خلاص شاهر يحاول معاها. يحاول ايه؟ انت زار ما تعرفيش حاجه. ده هتتجوز يوسف محرم. عارفه يعني يوسف محرم؟ يعني الثقافه والتقدمين والشعارات والكابه، هيشغلها مع المثقفين والتقدمين. خلاص خلاص يا شاهر بيه، انا هبطل انتج مسرح وهنتج سينما. لا والله ضحكتني يا حبيبي. سينما ايه؟ سينما اليومين دول لا بتاعتي ولا بتاعتك، بتاعت الشباب يا حبيبي. مسمينها سينما الشبابيه، يعني فرح والبنات الحلوين اللي زيها. شفت يا نجم؟ شفت يا شاهر؟ اتفضل يا باشا، حضرتك بقى جيت خدت كرسي وضربته في الكلوب وهديت الفرح.
واقف كده ليه؟ لا ابدا انا جاي اهو داخل اهو. طب يلا يلا بينا يلا. هو انت على طول اموره كده؟ يوليا قالت لي ان الباتريك ده من اعظم الشخصيات اللي ممكن نقابلها في حياتنا. ربنا يلطف. وجوليا ما كنتش بتبالغ. لا لا ما بتبالغش. انا سمعت انه اهم عنصر في القياده وانه معاه تفويض بالاداره. سمعت كمان انه شخصيته كاريزماتيك قوي. ربنا يستر وما يطلعش سمعك تقيل. سمعك تقيل فعلا. سنيور باتريك. اهلا بيكو. اهلا بيكو. اتفضل اتفضل. ده شرف عظيم لينا يا سنيور. كراتسي. احنا سعداء جدا علشان احنا قابلناك. كراتسي كراتسي. اتفضل اتفضل اتفضل. انا ما بحبش اضيع وقت وقتكم. عندي اخبار مهمه وسعيده. بس يا شبه الخطر. خطر؟ خطر ايه سنيور؟ ربنا ما يجيب خطر. نسمعكم الاول الاخبار السعيده. بس القناه الفضائيه هيبدا في الكريسماس بس تجريبي. بعدها هنطلق مجموعه قنوات. كل شهر هنطلق شانل جديدة. طبعا هنستعين بيكو في تشغيل القنوات. أخيرا. هايل. دي أخبار سعيدة جدا. بس كل ده على فكرة مهدد بأنه ما يتمش. في موضوع خطير لازم نقضي عليه. نورتي بيتك يا عروسه. منور بينا احنا الاثنين يا ابراهيم. انا مش مصدق نفسي. معقوله كل ده يحصل وفي يوم وليله ابقى انا وانتي هنا لوحدنا وبعيد عن كل الناس؟ ادعي الفرح لامك. هدعي لها ان ربنا يعوضها خير. شكلها كده قربت من يوسف محرم. ده حقيقي. عارف يا ابراهيم، يوسف ده عمل منها واحدة تانية خالص. فنانة بجد. تصدق بإيه؟ إن أنا مستنية أشوف أول عمل فرحة تدخله الفترة اللي جاية. أكيد هيبقى أحلى وأنجح وأجمد عمل في حياتها. أعصابك يا حبيبتي. أختي يا إبراهيم، ونفسي أشوفها أسعد وأحسن واحدة في الدنيا. أيوة يا حبيبتي، بس أنتي مش شايفة إن إحنا ما بنتكلمش غير عليها؟ والليلة دي ليلتنا، مش المفروض حد يشاركنا فيها؟ قلت برضه ان انت لسه ما نمتيش، واديكي قاعده بهدومك اهو. مش غيري نوم يا عمتي. ومن سمعك انا زيك بالظبط، حاسه ان في حاجه مهمه اتاخدت من البيت. مش قادره اتصور اقوم الصبح ما الاقيش حياه اللي كانت واخده حسنا وبتقعد معانا على السفره عشان ناكل لقمه في الفطار. لكن عارفه انا مرتاحه علشان خلاص هي اتجوزت اللي بتحبه اللي وافقت عليه. احسن حاجه عملتها يا عمتي. ربنا يوفقها. ويوفقك يا قلب عمتك، ويهدي سرك، ويبعد عنك الحيرة اللي انت فيها دي. حيرة؟ حيرة ايه يا عمتي؟ ايه يا بنت؟ انا بشوف كويس،
لسه نظري كويس والله. ده انا شايفاكي كده من صباحة ربنا وانت مش على بعضك. ده حتى واحنا في الفرح الناس كلها عماله تبص لك وانت قاعده جنب يوسف وانت ولا هنا. كل ده علشان اللي سمعتيه عن مجدي ده؟ هكدب عليكي لو قلت لك لا. انت مش خرجتيه من حياتك وسبتيه بمزاجك؟ ايوه يا عمتي، بس هو انسان برضو، انسان الله يرحمه. صحيح يا اخي، مفيش حلاوه من غير نار. واي نار؟ حد يصدق الكلام اللي قاله بترك ده يا طارق؟ كلنا في مركب واحده يا مروان، والراجل معذور برضو. الراجل ما بيفتريش، هو عايز الدنيا تمشي بكل بساطه، بكل سلاسه ومن غير مشاكل. عايز متشانل الجديده دي تفتح امبارح قبل النهارده. بس انا خايف. ايه الله، انت ازاي جالك قلب تنطق الكلمه دي؟ انا اول مره اسمعك بتقول كلمه زي دي. لا، سنين طويله يا مروان اعرفك، عمرك ما قلتها. قلتها قبل كده؟ لا ما قلتهاش. من حقها تخطر على بالي يا طارق وتيجي غصب عني على لساني. ومال، سيبها تخطر، سيبها براحتها، بس فهمني ايه اللي مخوفك بالظبط يا مروان؟ اللي مخوفني انه بقى سلسال طويل ملهوش نهايه. المنافسه ملهاش حصر يا طارق. هو كل ما طلع لنا واحد منافس يعمل لنا القلق ده كله؟ بس المنافسين دول بالذات مش سهلين يا مروان. دول ممكن ييجوا في لمح البصر ويخطفوا اللقمة من بقنا. المليارات اللي احنا عمالين نحلم بيها تطير في ثانية بكل بساطة وسلاسة. مروان، الدنيا دلوقتي بقت تفرق فيها الثواني مش السنين. خد بالك من حاجة، التشانل مش هي المشكلة الأكبر، لا، دي جزء من الكل. عندنا أمور تانية كتير، أمورنا الاقتصادية، التوسعات، الاحتكارات، كل الحاجات الخاصة بشغلنا هتبقى مهددة بالخطر. بس باترك ده رمى الكرة في ملعبنا وما قالناش نعمل إيه؟ ما باينة، باينة يا صاحبي. عايزنا إحنا اللي نتصرف، إحنا اللي نحل. إزاي؟ طب كل اللي فات إحنا بنعرفه ونعرف خفاياه، بس دلوقتي إزاي؟ مروان، هو في حاجة ممكن تستعصى علينا؟ في حد ما نقدرش نعرف خباياه؟ طب قول لي يا طارق، أنت في حاجة بدماغك؟ طبعًا، في دماغي حاجة، آخر حاجة، نفس الحاجة. إزاي يعني نفس الحاجة؟ اللي عملناه قبل كده يا مروان، نفس الأسلوب. ممكن نغير في التكتيك شوية، نلعب شوية، نروح شمال، نروح يمين، إنما نفس الأسلوب. المهم المطلوب زي ما هو، والنتائج مفيش تنازل عنها ابدا ابدا يا صاحبي. بوتيلي اقوى بيكولا، بس بسرعه يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، وبناء على ما قمتم بنشره بجريدتكم وما جاوزتم به كل الخطوط الحمراء وهاجمتم شرع الله وناموسه على الأرض، فإننا نخبركم بأن دمك قد صار مهدرا، وعليكم بالندم والاعتذار على نفس الموقع الذي نشرتم فيه تلك الضلالات التي من شأنها أن تزعزع قلوب المسلمين وأن تنشر الفساد في الأرض. عليكم كذلك بالتوقف عن نشر تلك المقالات السوداء مؤخرا، وإلا فإنه سيكون من الحتمي القضاء عليكم لتعلو كلمة الحق والدين.
يا أسامة، أخباري مش كويسة خالص يا أسامة، جالي جواب تهديد بالأكل. المعنى واضح يا يوسف، ده معناه انك نجحت ومقالتك بقى ليها تأثير، وتأثير واضح وفي الصميم. انا طبعا بشكر حضرتك، بس يعني هو بس ايه؟ اوعى تكون خايف. لا يا استاذ صبحي، يوسف ما بيخافش، ده صاحبي وانا حافظ اكتر من نفسي. ما شاء الله، وانت المحامي بتاعه بقى. اسامه بيتكلم صح يا استاذ صبحي، انا فعلا مش خايف، انا بس اللي قلقني مين هم اللي بعتين الجواب ده. يا سيدي الف حد، جماعه من الجماعات، يمكن اكتر من جماعه كمان. مش للدرجات دي يعني؟ للدرجات دي واكتر من الدرجات دي. اسمعني كويس، احنا لازم نستمر، وانا اللي مسؤول ان احميك واحمي اللي بتكتبه، ولو عايز نروح معاك مباحث امن الدوله انا ما عنديش مانع. لا لا لا، ما وصلتش المباحث امن الدوله برضو. لا وصلت يا يوسف، الحاجات دي ما اتسكتش عليها. مش جايز اسلوب الجواب يكون شبه اساليب جوابات اتبعتت لناس تانية، يربطوا بين الجوابات ويعرفوا مين اللي بعتها. والله يا اسامه هي لو كده يبقى يا ريت، بس انا كده بقى لازم انزل دلوقتي لسامي شلتوت. سامي شلتوت؟ هو الموضوع ده هيخليك تنسى المشروع اللي كنت بتفكر فيه امبارح ولا ايه؟ ايه؟ سلسلة مقالات جديدة ولا ايه؟ لا لا ابدا، ده يعني ايه اللي ده؟ انت مكسوف يا ابني ولا ايه؟ مشروع جواز يا استاذ صبحي. جواز؟ ربنا يستر على الجريدة واللي فيها، ما انت كنت بعقلك يا ابني. اما الباقي يا استاذ صبحي لو عرفت هو هيتجوز مين؟ ايه يا اسامة في ايه يا اخي؟ احنا هنا في الشغل. الله، وبعدين الاهم فالمهم، المهم دلوقتي ان الجواب ده لازم يوصل لامن الدولة، مش كده يا استاذ صبحي؟ كده بس. هي مين بقى؟ كويس انك جبت لنا الجواب ده، انت انسان ممتاز يا استاذ يوسف. شكرا يا فندم، بس انا بيتهيالي يعني انه اهم من ان حضرتك تشكر فيا ان احنا نعرف فعلا الجواب ده ممكن يوصلنا لحاجه ولا لا. تاكد من اي معلومه مهما كانت صغيره ممكن تفيدنا. طب وبخصوص صالح، في حاجه جدت في موقفه؟ صالح يا سيدي لغايه دلوقتي راكب دماغه ومش عايز يتكلم، بس انت عارف انه في النهايه لازم هيتكلم. اتمنى، عايزين نلحق رامي قبل الطريق ما يبقى مسدود. ده اللي انا خايف منه، انا خايف يكون الوقت فات، لان انا متاكد ان الجواب ده جالك من رامي وجماعته. رامي ازاي يا فندم؟ مستحيل يا يوسف، ما تبقاش على نياتك، الناس دي لا بتفرق بين لا اخ ولا صديق ولا اب ولا ام. اللي انا عايزك تعرفه انك معانا في نفس الخندق، الخطر بيهددنا كلنا. والله يا فندم رغم ان انا ليه ارائي وتحفظاتي على حاجات كتير من اللي بتحصل حوالينا، بس ده برضو مش معناه ان انا ابقى معارض على طول. فعلا الموضوع ده بيهدد الكل. الصباحيه المنعشه اللي بلون الورد ديت. حيوتي، روح قلبي، نور عيني، اصحي اصحي يا احلى عروسه في الدنيا. احنا بقينا الصبح ولا ايه؟ صبح ايه، احنا بقينا الظهر، ظهريه مباركه يا عروسه. عارفه يا حياتي، انا اسعد راجل في الدنيا علشان انتي نورتي بيتي ودنيتي وحياتي. انا عايز ادلعك، عايز ادلعك في اول يوم من ايام العسل يا عسل. خلاص مادام كده يبقى تدلعني زي ما عمتي جواهر كانت بتدلعني. نعم، عمتي الجواهر؟ ايوه، يعني مثلا يعني كنت اصحى من النوم كده الاقي عمتي جواهر محضره لي الفطار وجايبهولي لغايه السرير. هوبا، انت عايزاني اعمل لك الفطار واجيبه لك لغايه السرير؟ ايه كتير عليا؟ مش كتير عليك يا عسل. ماشي، اصل انا يعني كنت قايمه كده نفسي هفاني على بيت بالبسطة. عشانك يا قمر جنان اطلع لك القمر، عشان هواك قمر اطبعك يا قمر،
أحبك يا الله الله الله، ده ايه الروقان اللي انت فيه ده؟ السلام على السفرة يا سلام، اسلم ايديك. اخسريك يا ابراهيم، البسطرمة اتحرقت يا ابراهيم، ينفع كده؟ ده انت طلعت بليد قوي يا اخي في شغل المطبخ. حوش حوش اللي كانت بتجيب امتياز في المطبخ، العيب على عمتك، هي السبب. السبب في ايه يعني؟ كانت المفروض تكمل جميلها وتجيب لنا الفطار بتاع الصباحيه لغايه السرير. شوف يا شفت عشان تبطل تظلم الناس، بنات الحلال بيجوا على السيره يا ابني او بيجوا على الريحه. بس استني، ما هو ممكن يكون بابا وماما. صح، يبقى لازم الحق اغير هدومي. معلش يا ابراهيم، افتح انت يا عريس بقى. عريس ايه؟ انا حرقت البسطرمه. جواهر اللي عمره افطر لأحلى عرسان في مصر. لا طبعا ربنا يخليكي، بس ايه ده كله؟ دي حاجة بسيطة، حمل التغذية. امال فين حيوتة اختي حبيبتي؟ حيات صباحية مبارك على أحلى عروسة في الدنيا. يا حبيبتي يا حبيبتي، ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. ولسه هما لسه شافوا حاجة، اما كانتش القناة الفضائية تنزل تهز الشرق الاوسط، هذه يبقى ملهاش لازمة، يبقى اللي تا احسن. سينيور باتريك، طارق مقدر موافق على كل شيء، هيدي مسؤوليتي. سانكيو جوليان، سانكيو. وتقولي انك انت عامل حساب لزكريلي؟ لا يا حبيبي، ازعل منك، اغير رأيي فيك، واخد بالك؟ زكريلي ده وقته خلص دلوقتي حبيبي، الوقت ده بتاع الجيل الجديد، الدم الجديد، الفكر الجديد. وبعدين سينيور باتريك ما تخلص منه ولا حتى كبه بالصحراء، بالعكس. ولا كبه في الصحراء، كبه بالصحراء. حلو يا جوليا. يس بالعكس، نقلوا على مكتب جديد بلوكسمبورغ، وشغل جديد وشغل اوسع في مرابح اكتر. طارق مش لازم ابدا تتشغل الا بنفسك حبيبي، بمصالحك، بمكاسبك حبيبي، من خلال خدمتك معانا. طارق تأكد ان استوعبت الدرس كويس اوي سنيور باتريك. يعني فكرت في المشكلة اللي عرقها عليك انت ومروان؟ طبعا حبيبي طبعا فكرت ولقيت الحل كمان. معقول يا حبيبي؟ معقول صرت عم تخبي علي؟ انا مستحيل. لكن شو الحل اللي لقيته ما قلت لي عليه؟ اولا يا جوليا، الحل ده جالي النهارده وانا جاي المقابله مع مستر باتريك. ثانيا، انت شفت بنفسك ان الباتريك شخصيا حاول يعرف منه التفاصيل، وانا ما قلتلوش على اي حاجه من اللي ناوي اعملها. يعني انت اللي هتنفردي بالسبق يا روحي. طب يلا قلي بقى. نفس العمليه اللي اتعملت قبل كده وحققت نجاح كبير. اي عمليه بالظبط؟ جرايه يا مولاتي. وهو ينفع هنا ولا ينفع دلوقتي؟ احنا نروح نقعد في حته هاديه ونشرب حاجه يلو ونروق كده، واقول لك على كل اللي في دماغي. حاجة يلو؟ يلو. طب يلو يلو. لا مش كفاية، لا لا يا حبيبتي كفاية، ده انا لو عليا كنت ازغرط من دلوقتي للسنة الجاية. اول هام عشان انا اطمنت ان انت متهنية وفي حضن السبع جوزك اهو. مش قوي كده يا عمتي، ده قوي ونص وثلاث ارباع كمان. ربنا يا رب يهنيكم وينور لكم طريقكم. وتاني هام بقى، بمناسبه ان اختي خلاص ربنا هيعدلها لها هي كمان،
وهيعوضها عن السنين اللي قضيتها بعد جوزها ما مات. كده يا عمتي تحرقي المفاجأة. مفاجأة يا جماعة؟ ما تقولوا لنا فرحونا. يعني دي محتاجة مفهومية يا أستاذ، أكيد فرح هتتجوز يعني. لا لا مش جواز، يعني خطوبة بس في الأول. يا سلام يا أختي، وهو الخطوبة دي إيه؟ مش بداية الجواز؟ ألف مبروك يا فرح، ألف مبروك. كده بقى أنا متأكد إن أنتي قرصتي حياتي في ركبتها. بس مش هلحق أحصلها في جمعتها، عشان الحكاية لسه يعني محتاجة شوية تجهيزات. تجهيزات إيه؟ الله، هو أنتي ويوسف لسه هتكونوا نفسكم؟ إيه ده؟ هو فعلاً يوسف محرم؟ طبعاً يا أستاذ، إحنا بنات لما بتقول كلمة لازم تنفذها. مش زي البيض بالبسطرمة اللي أنت عملته وحرقته في المطبخ. بس بس، ده أحسن اختيار، أحسن اختيار يا فرح اخترتيه. عارفة أنا طول عمري بحترمه وبحب آراءه وجرأته. أنت عارفة كمان أحياناً لما كان بيكتب أي نقد عن أي عمل بتعمليه كان إبراهيم بيبقى متفق معاه في حاجات. لا كده أنت هتزعلي بقى فرح مني. لا لا مش هزعل منك ولا حاجة، عشان أنتوا بجد كان عندكوا حق. بدليل ان انا دلوقتي بحاول اغير كل حاجه. بس انت ما تعرفيش انا فرحان لك قد ايه، وفرحان لان انا هعرفه وصاحبه عن قرب كمان. يا ريت طبعا، ده انا اللي اتشرف بمعرفته. اصلا انت ما تعرفيش انا قد ايه ببقى فرحان لما بلاقي حد بيقرا لي وبيصدق اللي انا بكتبه. يا حبيبي انت ما فيش حد ممكن يقرا لك وما يتهزش. بس تعالى هنا، ليه حاسه في عينيك نظره حزن؟ ويعني الجواب ده ما يقلقش يا فرح. ومن جهتي يقلق يقلق، انا بجد قلقان عليك قوي يا يوسف، مش قادره اتخيل ان ممكن حاجه وحشه تحصل لك. بقول لك ايه، عارف ايه اللي لازم نعمله من بكره؟ ايه؟ نعلن خطوبتنا، ومش بس خطوبه، جواز كمان لو عايز. حيلك حيلك انت، ايه جواز مره واحده؟ ده انت مجنونه رسمي. وايه اللي يمنع؟ احنا مش بس لازم نتجوز، احنا لازم نتجوز ونسافر اي حته بعيده يا يوسف، نبعد عن التهديد واي حاجه تعكر حياتنا. للاسف يا حبيبتي اللي انت بتقوليه ده اسمه خيال، حلم مش ممكن نعرف نحققه، لان احنا حتى لو اتجوزنا هنفضل موجودين هنا في وسط المشاكل والتهديدات برضه. ليه بس يا يوسف؟ لان انا ما اقدرش اسيب شغلي يا حبيبتي، حتى لو بعتولي بدل الجواب مليون. يا فرح الحل مش ان احنا نهرب، الحل اننا نواجه من غير لا خوف ولا تردد. القمر زعل ولا ايه؟ طب خلاص بقى ما تزعليش، يبقى نعلن جوازنا. لسه قدامنا ترتيبات كتيره جدا. ما تشيلش هم ترتيبات ولا اي حاجه. بقول لك ايه يا يوسف، انا مش هتنازل عن ان انا احدد ميعاد الخطوبه يوم الخميس اللي جاي. احنا نبعد ونفكر. مالك قربت على فرح العمده كده فجاه؟ انت فاكراها سهله قوي كده يعني؟ ستوب ستوب، معلش استغرب، الحب مش حرام. لا هي هترجع؟ مع ان انا ما استبعدش انه يكون موافق على تصفيتك. ده انا خبره. اه يا قلبي، وانا عقودي حكم جاهزه حالا. الناس دي بيجيلي الكلام ده منين؟ هلو، الموضوع صار امر واقع، احنا ناخد الاوامر وننفذ وبس. شرفتوا جاب معايا القنبله النوويه اللي هتمسح فرح العمده مثلا. كل حاجه وليها وقتها. هيتقتل يا راجل، اتكلم على قدك. مش كانوا قالوا ان الدور انتهى خلاص؟ هدفنا ان احنا نحافظ على ارواح المؤمنين الشرفاء. هو مين طارق النعماني ده فرح؟ أما اللي زرع شر يبقى سلوك.